ايوه احنا عايزينك تقولي لنا، فهمينا المفهوم بقى. يعني في، انا لما بسمع مضاد اكسده ده في ده في مضادات اكسده، طب يعني ايه مضادات اكسده وبتفيدنا بايه اصلا مضادات الاكسده دي؟ يعني ادينا بقى المصطلح كده للناس اللي بتتفرج علينا بحاجه بسيطه نفهمها. اكسده الخلايا، انا بعتبر اكسده الخلايا موت بالبطيء. ليه بقول على أكسدة الخلايا موت بالبطيء؟ لأن بنعمل حاجات في حياتنا اليومية بتعرض خلايانا، وإحنا جسمنا كله عبارة عن خلايا. الدم خلايا، القلب خلايا، الكبد خلايا، الشعر خلايا، البشرة خلايا، كل دي خلايا حية. فبنعمل حاجات في حياتنا اليومية بتعرض خلايا جسمنا إلى أكسدة. وده تلف للخلايا بدري بدري، وتعجيز للخلايا بدري بدري. يعني الخلايا بتعجز قبل اوانها اصلا. فلازم ان احنا نحاول نغير اللايف ستايل بتاعنا بعادات صحيه، وناخد انتي اوكسيدنتس. انتي اوكسيدنتس لو هتكلم ايه اللي بيخلي جسمنا يتعرض للاكسده، ايه بقى العوامل دي؟ لو هتكلم عن الاكل، الزيوت اللي بتتحمر بالخمس وست مرات، بنحمر البانيه وبنحوم سمبوسك بانيه، او يتصفى الزيت ويتاخد بقيته في حاجه ثانيه، دي قاتله بالنسبه لي. انا شو الزيت؟ ارموا الزيت خالص، يترمي. ونحط زيت نظيف. عشان كده انا بحب اي حاجه مقليه اكلها في البيت ببقى عارفه انا قليها في زيت شكله ايه، قليها زيت جديد ولا قديم ولا ايه. فده بيعرض الجسم للاكسده وانطلاق حاجه اسمها الخلايا الحره اللي بتهدم لي وبتتلف لي الخلايا بتاعتي اللي ما ينفعش تتلف دلوقتي. التدخين بيأكسد جدا طبعا، بكل انواع، سواء شيشه سواء تدخين عادي بيأكسد. التدخين السلبي ممكن حد ما بيدخنش قاعد طول الوقت، حد بيدخن برضه بيأكسد. التدخين السلبي بيأكسد برضه. النوم المتقطع، مفيش راحة في النوم. لو أنا كمان نزلت اتعرضت للتلوث في الهواء، العوادم، سيارات أو وات ايفر، ودي ما بتبقاش احنا بنضطر ننزل يعني طبيعي، فلو في ملوثات في الهواء بتأكسد. لو نزلت من غير ما استخدم الواقي الشمس بتاعي أصبح أساسي دلوقتي، ده بيأكسد الخلايا. فعندنا كذا حاجة بتعمل أكسدة، فإحنا لازم وحتما ولابد ناخد أنتي أوكسيدنت عشان حتى الوش ما يعجز، خلايا جسمنا ما تشبش بدري بدري. ده مهم جدا جدا يا عظيم. طب قولي لنا بقى ندعم ده ازاي؟ أنا دلوقتي أعرف منين إن أنا عندي مشكلة، وأبدأ بقى أنا أمشي إزاي حياتي؟ يعني أمشي على إيه الأساسيات اللي أنت تقولي لنا اخليها دي في اللايف ستايل بتاعتي، اخلي بالي منها قوي؟ نقلل برضو، ارجع اقول نقلل السكريات. اوكي، ناخد المعدل بسيط جدا في اليوم للسكر. حلو. طريقه الاكل كمان يبقى صحي، اوقات الاكل، الاكل نفسه، حتى الخضار السوتيه مش لازم اهريه في انت عارفه الفيتامينز اللي بتبقى في السوتيه، لو الفيتامينات بتتكسر مع الحراره. صحيح. فلو هرسته قوي السوتيه خلاص الفيتامينات اللي فيه مش هنعرف ناخدها، لان الفيتامينز هي الانتي اوكسيدنت. لو هتكلم على المشروبات، من اهم المشروبات الشاي الاخضر، انتي اوكسيدنت. من اهم الفيتامينات اللي موجوده في العالم كانتي اوكسيدنت حاجتين، فيتامين سي ويليه، او الاهم كمان من فيتامين سي، فيتامين اي اللي هو بالعربي فيتامين ه. فيتامين اي مهم جدا لان بيقلل التهابات الجسم، بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره. لو قعدت تاكل دهون ضاره كتير 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 وما خدش انتي اوكسيدنت، الدهون الضاره لو اتاكسدت هتعمل لي كوليسترول. فمهم جدا ان انا واصبحنا نلاقي بنات في سن صغير عندهم كوليسترول عالي. طبعا الكوليسترول مش تخين على فكره، سواء ملهاش علاقه بالسمنه خالص، مش تخين، لا 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 لا، نوعيه الاكل اللي بياكلوها بقى، نوعيه الاكل اللي بره دي اكيد كمان الوراثه برضو ليها عامل، ليها عامل اكيد. وزي ما يقول لك ايه ده حد مليان قوي، ازاي نسبه الحديد قليله وزي عنده انيميا؟ بتلاقي اصلا التخان هم عندهم يعني معظمهم بيبقى عندهم نقص فيتامينز. صحيح، بيبقى نقص حديد وعندهم انيميا ونقص فيتامينات. بقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا، لازم لازم يجربوا المنتج المكمل الغذائي الرائع. وليه بقول رائع؟ لان ألب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت في الانتي اوكسيدنت. لو هتكلم دلوقتي على الانتي اوكسيدنت، ممكن كمان في الحلقه هتكلم بيعمل ايه ألب مالتي فيت غير الاكسده. مليان فيتامين سي، فيتامين سي عندي 500 ملي جرام، وبستاذن الساده المشاهدين ان هم يصوروا العلبه، ده شكل العلبه وده شكل القرص بتاعنا.
تمام. القرص بيوريكي الفيتامينات، كل ال 13 عنصر جوه قلب مالتي فيت. الزنك، هما بادين بالزنك طبعا لان الزنك داعم جدا للمناعه وداعم للطاقه وداعم للذكوره وداعم للبشره والشعر. فيتامين ه ده اللي بقول عليه اللي هو 13.5 ملي جرام، هو ده اقوى مضاد اكسده في العالم. فيتامين ه يعني معنى كده الناس اللي عندها بشره دهنيه اللي هم عندهم دايما سرعه تاكسد، دول هيفيدهم قوي الفيتامين ده. طبعا قلب مالتي فيت هيفيد جدا البشره بشكل عام الدهنيه والجافه. ليه كمان بقول الجافه؟ لان انت عندك عائله فيتامين ب الكامله موجوده داخل هذا القرص. اوكي. فيتامين ب مهم جدا للترطيب. جدا. ولما البشره بتتاكسد بتعمل لي بقع. فيتامين ه وفيتامين سي بيحدوا جدا قصه البقع اللي بتطلع جدا. وفيتامين سي بيحد افراز الميلانين. الميلانين هي الماده اللي بتصبغ بيحد لي افراز الميلانين. وفيتامين سي بيعلي لي امتصاص الحديد وبيعزز لي من الكولاجين. كل ده فيتامين سي. وهنا طبعا زي ما احنا شايفين كلنا على الشاشه مميزات قلب مالتي فيت. عشان كده بقول قلب مالتي فيت انا في اعتقادي الشخصي ملوش منافس اطلاقا. وشفنا كمان قلب مالتي فيت كان مكتوب انه قوي كمضاد اكسده، فعلا قوي كمضاد اكسده، قوي كمناعه. لو انا سبت الاكسده طبعا احنا زي ما شايفين عشان يعمل كمضاد اكسده. هو قوي جدا كمضاد اكسده، مش بس يعمل كمضاد اكسده، يحتوي على مزيج الزنك والنحاس، وده بيميز قلب مالتي فيت. النحاس مهم جدا ان يبقى موجود مع الزنك. أوكي. يبقى انا بدعم المناعه والطاقه والذكوره والشعر والبشره. يجمع بين ايه بقى؟ زنك، بيوتين، نياسين. النياسين احد عائله فيتامين ب مع النحاس لطعم لصحه الجلد والشعر والضوافر. قلب مالتي فيت واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء، ودي حاجه قويه جدا ان اقول للناس ان كنتوا بتاخدوا حاجه امنه 100%. قلب مالتي فيت موجود في الصيدليات، فده بيدي امان. مفيش صيدليه هتحط مكمل غذائي كريم بشره شعر شامبوهات وات ايفر غير وهي واخده ترخيص أكيد. من وزاره الصحه المصريه او من هيئه سلامه الغذاء. فانا عندي منفذين للبيع لقلب مالتي فيت، سواء هناخده من الصيدليه، احنا موجودين في سلسله صيدليات كبيره سلسله الصيدليات الكبيره موجوده في كل محافظات مصر، او اللي مش قادر ينزل يا اما تكلموا الصيدليه مش قادرين او مش قادرين تنزلوا تاخدوا من الصيدليه. عندنا ارقام على الشاشه، دي ارقام شركه بايو ناتشرال. اوكي. بنقدر نوصل لكل محافظات مصر بلا استثناء، والسعر رائع جدا جدا، والسعر اكيد موحد بين الاونلاين بتاع الشركه وبين الصيدليه. طب قول لنا الناس اللي مش عارفه تتواصل، في ناس بتبقى بتشتكي ان تليفونات مشغول طول الوقت، نعمل ايه بقى؟ عملنا حاجه حلوه قوي. عشان ايه كل شويه تليفونات مشغوله؟ احنا اوريدي عندنا اربع ارقام، حطينا رقمين زياده. أوكي. حطينا رقمين زياده عشان احنا بنحب نسهل على كل العملاء. أوكي. ان يحاولوا لتواصل. وبعدين عايزه اقول لهم على حاجه، ممكن وقت الحلقه يبقى الست ارقام مشغوله، صوروا الارقام، ممكن بعد الحلقه الدنيا تهدى شويه. اوكي. فبرضو صوروا ارقام اللي موجوده على الشاشه عشان لو حصل وبعد حتى التليفونين اللي اتحطوا زياده على الارقام على الاربع ارقام لقيتوه مشغول، اتكلموا في اي وقت، الكول سنتر موجود لخدمه الساده المشاهدين كلهم بلا استثناء يعني. هاي.